شكون اللي غادي يعتقها؟ شكون اللي عافاه؟ ما عافاه حتى حد، ساكنه في بيت تيطيح عليهم السقف وليداتها وداكشي، ولكن ما عندها ما تدير. لا اله الا الله، مع من غدوي؟ شكون اللي غادي يعاونها؟ شكون ما كيسكن المجتمع ما كيرحمش المرأة كاع، ما تيرحمش. لا بيت انا، لا كان المساواة، لا كان غادي يكون على كل شيء، على الطبقة السفلى هي الاولى، على القاوية هي الاولى. اما اللي غادي يزيد، غادي يكون قانون على وحدة عارفة ومثقفة وواصلة وتقدر اي حاجة توصلها، هذيك بخير وعلى خير. غنشوفوا الاخرين اللي مساكن ما لقاوش حتى اللي يوقف معاهم. حنا دابا شكون اللي واصل؟ اللي عنده اللي يوقف معاه، اللي عنده اللي يمشي معاه، اما اللي ما عندوش ما يقدر يدوي مع حتى واحد. بحال حتى الزفن ديالك كل قلت اللي وقف معاك كره مشيتي بعيد، كره ما عرجتي العالم كله. وانا ما يمكنش غنقول واحد الحاجه وانا تنشوف فنزينها باش نفعل واحد اخرين ونظلم اخرين، لان الا ظلمت اخرين غنظلم. عندي واحد السؤال لزينب. نعم. العام اللي فات كانت 60,000 حالة طلاق على حسب هذه المدونة الجديدة، شنو الرأي ديال لالة زينب؟ السؤال 60,000 حالة طلاق اللي كانت العام اللي فات من خلال المدونة الجديدة، شنو الرأي ديال لالة زينب؟ الطلاق هو ماشي خايب، إلا كانت إنسان هاي ما مزوجة وراجل ما كاينش، علاش غتفقص راسها وتموت غير بالفقصة؟ ولا غتنطق والله ما تطلق، هي تهنى وهو يتهنى، اذا هما ما لاقوش بعضياتهم، هذه ما يمكنش غادي نحكموا عليهم على تطلقوا، لانه لو لاقوا بعضياتهم وتفاهموا، حيت كان الزواج من الاول ذاك الزواج ما كانش على اساس، اما غير تزوجوا بغا يتزوجوا، او شوف السبب تاع ذاك الزواج، لكن لو كان الزواج حقيقي ما يتفاهموش. لا، النقطة اللي قلتي ما عرفتش فيك تقريت في شي دولة آسيوية كيتزوجوا بكونتر على عامين، صدقت لي كيكمل ما صدقتش كيقول الله يعاون. كارانتي عندك شي ما غير مصلحه، شي توصل غير عامين ونهار تقول لي جيب تقدم خضره، كيقول لها سالات الكونترا. سالات الكونترا ياك، كتسالي على عامين وقمع كتقول لي سالات الكونترا جدد، كيقول لها سالات جدد. هذه كاينه، هذه والله الا زينا الكونترا. لو كنا المره الاولى عارفين يخطاو بعضياتهم غادي يتلقوا، كاين زواج مصلحه، كاين زواج غير شتمها، كاين زواج حتى اللي تزعلهم عندهم غير موده وتيطلقوا. والدينا حنا كنا مصبرين، حنا حتى حنا خاص بانا شويه ماشي بحال الاولين، ولكن اللي كنت زواج صادق وتزوجت بك تنبغيك وغادي نكون تنص وانا متفقين على شي حاجه زوينه ما غادي يتفرقوش. لالا زينب متفقه مع فكره ديال الكارانتي. 6 شهور على الكارانتي، المرأة تعطي الراجل 6 شهور على الكارانتي. لا حشوم، هذا ماشي زواج، هذا لعب. لا حشوم، ما نقولش الزواج ماشي لعب، ولا حنا بغينا غير نتزوجوا بحال تنلعبوا، لأن الناس خويا تينقلوا منا وليداتنا هنا، خصنا يكون الزواج صادق، زواج تاع الله أو ما يكونش. وحتى الإنسان تزوج وما اتفقش وكاين شي غلط، لأن تصفيات الله لما الإنسان تيتلاقى عاد يبان غلطه، كاين الغلط اللي ما تيرضيش الله، ما كاينش علاش غادي يبقى. هذه أنا إذا تلقى أسوأ من الأحسن، حيت يجيب لها الله ما أحسن منه حتى هو. سؤال آخر، المرأة واش كانت حاضرة في اللوحات ديالك؟ إيه بزاف، دائما. من أي زاوية كترسميها؟ واش من زاويه، نقول لكم زاويه دينيه، زاويه كيف تنشوف المراه، كيف تنشوفها زعما المراه والمعاناه تاعها والمزيان اللي فيها وكل شيء، زعما تيجي ما تيجيش كيف انت بغيتي تعصبو، تيجي بوحدو، ماشي اللي بغيتي دير انت تزيرو، تيجي بوحدو عاد من بعد في الصف طابلو كيف بغيت. من خلال التجربه ديالتك 50 سنه، كتعتبري المراه بانها ناجحه ولا لا؟ المراه الاتيه ناجحه وبزاف، لان ما اطباق لا كلشي تديرو، ما هي ما تتبخلش الا لا هرسها شي واحد اللي هي تتوقف او تتمشي لاتجاه خايب. اما المراه مخلوقه تبارك الله، زعما تدي بزاف ما تديش شويه وكلشي تديرو مزيان، اما لما تيجي شي واحد وتيهرسها وتيدير شي مسائل اللي تتخيب راه ماشي. وحتى الراجل اللي زاد سيما اللي ما صالحاش وداك الشيء تتخرجو على الطريق، كان ما تيكميش يعود يكمي، كان مشي المسائل اللي تيعود يديرها، كان علاش؟ لان الفقصه ما تيعرف ما يدير، فاش غادي الا قلت لي تفقص يمشي يدخل الجامع تيمشي المدعفه، اذا هذا هو الغلط. حتى المراه الا في المثل تفقصت وداك الشيء دي حاجه مزيانه، ما تمشيش الا غتفقص غتمشي تعاود وتمشي تفوز اسرار، لان هذا هو اللي تيخيب المجتمع. وبالنسبه للمستقبل ديال المراه متفائله ولا متشائمه؟ لا متفائله ان شاء الله، لا مسات في الطريق المستقيم وعرفت تسدي وتبتات وعرفت كيتخير الراجل وعرفت وعرفت يتخير، ما غادي يكون كل شيء غادي يكون مزيان. اما اللي كنا بغينا غير نتزوجوا ولا بغينا غير نتعافوا على مع هذا ولا هذه تتعاف مع هذا ولا غير، حنا تندويو اسمو مضيعين الوقت، فهذاك كلشي خطا.
هل واش لاله زينب نجحت في حياتها الفنيه؟ نص نص ماشي كل شيء. لا نص نص، نص مزيان ونص ما فيه ما يتساب. مزيان معقولة؟ سؤال عندك مزيان. سير صح قالوا لي لا.